النهارده برضو الحقيقه بنك مصر اعلن عن مبادره بتبرع ب 80 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. بنك مصر اللي عمله طلعت حرب هذا الوطن العظيم، القرار طلع على لسان الاستاذ محمد الاتريبي، ايضا واحد من سلاله طلعت حرب الجميله. محمد الاتريبي يعتبر دلوقتي تقريبا اقدم رئيس بنك، نموذج ناجح في مكانه، ما بيتاخرش عن اي دور وطني، عامل خدمه متميزه ليه وعامل ثوره وقفزه في الاداء البنكي في بنك مصر وفروعه ومؤسساته، وايضا الدور الخدمي والدور التوعوي والدور الاجتماعي والتطوعي للبنك. الحقيقه ال 80 مليون في مبادره مكافحه مسببات العمى، يعني هو حتى محدد المبلغ لايه؟ تقديم الخدمات البصريه لنحو 2 مليون مواطن واجراء ما يزيد على 200 الف عمليه جراحيه مع العلاج والمتابعه للحد من ضعف وفقدان البصر، مع خدمه متميزه لما بعد العمليات والجراحه. الله يا دكتور تريبي بحييك على هذا الاقتراح وعلى هذا التبرع، ويا ريت كل بنك في مصر يعمل حاجه زي كده. من اغرب بقى النهارده التصريحات في عجاله كده، وزير الماليه النهارده قال رقم افزعني، قال لك